مناسبة لغو حصية مالينكا صحافة الدونكا كقيب غلين قيبة كالا دوان او كميد ورادة صحافة الصوماليات ايام ما انتا كان دعاي بيرتا نبادة اي مقالة دا مقدشو ستوكو سورمي وليها يقع عبد عزيز ريالي مناسبة دان ايا انتا دا بلارن وحا لغا هل يسدح دمي او كوبيغان مانتا اسلامر كان مالينتا عالميقا اي صحافة دا مقالة دا مقدشة مناسبة كدع ضي ويسوق من قابسي أورك السعفين تقارن كنصجة وحاك سوق يبقى لحملة وكمدها وسيرك ورفافينتا يحراليها قودة قارن كصوماليا أسيدو كلا مناسبة دا وحاك شوي قيبها كلا دوان السعفين تا كها ورقل وربعين تمدح بنان الصومالي دا وحا مناسبة دا كها اللي ودوميها أورك السعفين تقارن كصوماليا دا نصج محمد إبراهيم معلمو وحان دوني ناين دماتو وحا مارك تعديد كدنك صحافة دا قودهان وحنا رجينا هنا ما دام هذا وزير كعصبة دولة فدرال الصومالية غرفة فينتا أن لقولنا يو بلن قاضي إنه قعنا نقصينا يو حر مارك تسيدي صحافة الصومالية هرمر الصومالية وكجمع هالبلين هنا ولبا وحن أد وقب مني مارك تي قضبة كجري حركة صحافة دا وحنا وزير كونا أقلالي إنن مارك تي دبوا يقص لو الصومالية قضبة داسي كجرة حير كصحافة الصومالية مدحوينه أمرية كالهورة بشي جناي والله بدا كن لحي طبانكي وحانا عن باللوني أو وزير كنقوها قامينا يي سيدي ديبلو أيقس لغو سماي لها حير كصحافة دا قدي مدح بنان أو صحافة دا نكسو عدا يهورتا على فردسة أيا كاقيم قادنا يا دمانتود أو أيقو أي ماركتي إسكاد ورتين شاقة داسنا وشاقة أندوني إنا أي ماركتي قيب كنقوتو هرو مركز صحافة أي دوني سكدي نوح على ربعين ليسكو تعليميو حركة صحافة دا أول برتو قف ولا أجهد إنه وقبنا أي شرع جاز تد بدن بقوها يستأين دويدو أي قف والبوحي ودور إسكا سمعي دين تسلام كوما أقوله قف كستنا عدالة دولو سمية النبي كان صلوات الله عليه وسلم وحول هاي هدي قبل ده فاضم أي قلد قليل لهاي أما أي واحد لهاي قعدت أنك جوين لها مركو وفهمي كرتا إن عدالة وسوقاتي قبل دي درت حتى إنه ما ركتي وقعدت كقولي لها دي أيضا بيجش سيدا سوق على عدالة لو قسم إياه حرلالي ولا لجوجا وحربنا دتك دباتين هي صحافة إن ما ركتي أي قعدنا قصي سدولة إسلام مركان صحافة وإيضا إن عيد أي نقطة صحافة مسؤولة وحكم بدش سيدا أي هانجرتي هسيدا كلا وح مناسبة كه الله حرليها جودة قرن كأحمد علي الداهر أقدر دارن هذا الأبضا أشي دي سعفيين تي مضاش كسوق يبقى شيء waxaan idiin ballan qaadaya asfarasay aan joogo xafiiska xeeraliyad guud ee qaranka oo aan ahay masuulka ugu weyn ee maanta wixii faldambiyada wadanka dhaca ama criminal justice ka wax la yiraahdo in aan had gudub ayan idin ku sameyn doonin aadna aan ugala dagaalamay in ay hay'adaha sharci ilaalinta ee la yiraahdo boolis nabad sugid whatever hay'ad kasta oo dambi baariseen aanay had gudub idin ku sameynin كبحسن شرع حدود الشرع كبحسن يعني أدينك محلن كرر أنا شرع يا غالي صار ودم بينتنا وسيرك وسارد ورفافينتا إنجنير عبد الرحمن عمر يريسو أيام مناسبة كه الله يسقو الشجاي إن صحافة الصومالية أي هي ستم ذح بناني لو نبهني هاي إن لصيه رومريو الصومالي أنا هرمر جارتو عدة لقي سقي وسعدين صوماليات أنا أنا وحنا كل جرب قلينا إن هو إله حلك سيدين فوز ذي وحلال يحي واجبات نقص عرن عن سمين arinta kala u dambeysa waxa la leeyahay ka dhawaajiye wadan walba wuxuu leeyahay waxyaalo la dhaho danaha qaranka ama amni ha noqoto ama sumcad iyo wixii ha noqoto guud ahaan madaxdii ka soo qayb gashay munaasabada 3da May ee maanta laga xusay magaalada Muqdisho ayaa hadalkoodu wuxuu ku aadanaa dadaran ku aadan horumarinta saxaafadda iyo sida loo banaaji karo raytul qowlka Cabdi Cais Abdullahi Maxamed Cabdi Cais Somali Cable Muqdisho